بسم الله الرحمن الرحيم متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. دائما في إطار متابعة مستجدات الملاعب التي سيتم بناؤها في الجنوب الجزائري، وهنا الحديث عن ملعبي بشار وورقلة الذي أعلن عنهم رئيس الجمهورية في بداية سنة 2023. اليوم سوف نذهب إلى الزيارة التي قام بها وزير السكن والعمران طارق بالعريبي، والتي قادته إلى ولاية بشار، أين قام بمعاينة عديد المشاريع. وفي هذا الإطار كان هنالك حديث عن ملعب بشار الجديد، حيث أكد الوزير في البداية على أن الأرضية التي تم اختيارها لبناء الملعب أصبحت جاهزة كلية، وأن الأمور الإدارية لم يتبقى لها الكثير وتنتهي بشكل تام. الشيء الإيجابي الذي أكد عليه الوزير هو أن ملعب بشار تحول من ملعب لكرة القدم إلى مركب رياضي بامتياز، وكنا نحن تحدثنا في فيديوهات سابقة على أن ولاية بشار ستستفيد من مركب رياضي، وهو تجسد المشروع بصفة رسمية. ما معنى الفرق بين ملعب لكرة القدم ومركب رياضي؟ بمعنى مثل الملعب الذي هو ملعب نيلسون مونديلا، أين يتواجد ملعب الخاص بكرة القدم إضافة إلى ملعب الخاص أو الملحق الخاص بالتدريبات. هذا يعتبر ملعب لكرة القدم، يحتوي على مرآب أو موقف للسيارات وبعض الأمور الأخرى. ولكن الفرق بينه وبين المركب الرياضي، هنا سنذهب إلى المركب الرياضي الجديد في ولاية وهران، بمعنى أن ولاية بشار ستستفيد من مركب رياضي مثل المتواجد في ولاية وهران. والشيء الإيجابي أن الوزير أكد على أن هذا المركب سيكون بمعايير عالمية، وأن شباب وشابات ولاية بشار بالاستفادة من هذا الصرح الرياضي الذي ستدعم فيه الولاية في القريب العاجل. وإذا عدنا إلى هذا المركب، فسيكون المركب عبارة عن ملعب لكرة القدم، وقلنا أن طاقته الاستيعابية لن تتجاوز 30,000 متفرج، ومن المرجع ستكون بين 25,000 إلى 30,000 متفرج. إضافة إلى ذلك سيكون هنالك مسبح أولمبي، وسيكون بطاقة استيعابية لن تتجاوز 1,000 مقعد، إضافة إلى قاعة متعددة الرياضات. هذه القاعة كذلك لن تتجاوز 2,000 أو 3,000 مقعد. كذلك ستتواجد هنالك قاعات أخرى خاصة بالتدريبات، إضافة إلى قاعة خاصة بتقوية العضلات. كذلك سيكون هنالك قاعة خاصة بالعلاج، ومن المرجح أن يتم توفير نزل خاص بإقامة اللاعبين. هذا كذلك سيدخل في إطار هذا المشروع، بمعنى أن المركب سيحتوي على كل المتطلبات الخاصة بالرياضيين في كل الفئات، بمعنى ليس مخصص فقط لكرة القدم، إنما معنى إذا دخل فريق لكرة القدم سيجد كل المقومات الخاصة بالتدريبات، وكذلك إذا دخل لاعبي كرة السلة أو كرة اليد أو كرة الطائرة أو الرياضات الفردية سيجدون كل الأمور مواتية. هذا المركب ستنطلق فيه الأشغال مع نهاية السنة الحالية أو بداية سنة 2024، خاصة وأن الوزير أكد على أن المشروعين مسجلين في قانون المالية لسنة 2023 و2024، وأن الأغلفة المالية قد تم رصدها للعملية، ولكن لم يتطرق الوزير إلى المدة التي سيتم إنجاز فيها هذا المشروع. ولكن حسب المعطيات وحسب الخبرة التي نعرفها في إنجاز المشاريع الرياضية، وبما أن وزارة السكن والعمران هي من ستتكفل ببناء هذا المركب الرياضي في ولاية بشار، فإن مدة الإنجاز لن تتجاوز 3 سنوات، خاصة إذا تم اعتماد المعايير الخاصة بالبناء واعتماد شركة تكون لها القدرة على بناء مثل هذه المركبات. إذا تم أكثر ستكون 3 سنوات ونصف، بمعنى لن تتجاوز هذه المدة. فقط هنا نحتاج إلى شركة عملاقة تكون لها المؤهلات والقدرات على بناء صرح رياضي مثل هذا، ويمكن الاعتماد على الشركة الوطنية كوسيدار لأن لها الخبرة في ذلك، يمكنها إتمام هذا المشروع بكل سهولة.
إذن هذه هي أهم المستجدات الخاصة بملعب بشار الجديد والذي كان ينتظرها أبناء بشار. فنبشر ساكنة وشباب ولاية بشار على أن الولاية ستستفيد ليس من ملعب كرة قدم وإنما من مركب رياضي مؤهل بامتياز يحتوي على ملعب لكرة القدم، مسبح أولمبي، قاعة متعددة الرياضات وكل المرافق الحيوية الخاصة بالمركبات الرياضية، وهذا شيء إيجابي كنا ننتظره منذ زمن. إذن بما أنه تم اعتماد هذا المركب في ولاية بشار فسيتم اعتماد نفس الشيء في ولاية ورقلة، ومن المرجح كذلك أن يقوم السيد وزير السكن والعمران طارق العريبي في الأيام القليلة القادمة بزيارة إلى ولاية ورقلة، وهذا كذلك لمعاينة أهم الإجراءات الإدارية التي تخص المركب الرياضي الجديد الذي سيتم بناؤه في ولاية ورقلة، لأن المشروعين وحسب آخر الأصداء سيتم إطلاقهما في نفس الوقت، بمعنى سيكون في نفس الأسبوع إطلاق ملعب بشار وإطلاق ملعب ورقلة الجديد، ولا تكون هنالك بينهما مدة طويلة حتى يتم إنجاز المشاريع في أوقات متزامنة ويتم تسليمها في نفس الوقت، لأن ساكنة الجنوب حقيقة بحاجة ماسة إلى مركب رياضي عالمي وإلى ملعب كذلك يكون عالمي حتى يمكن سكان الجنوب من متابعة مباريات منتخبنا الوطني الذي يمكنه اللعب في هذه الملاعب، خاصة إذا تم توفير كل الظروف المواتية للمركبات الرياضية وللملاعب، بما أن المنتخب الوطني الجزائري إذا أراد لعب أي مباراة في إفريقيا يمكنه أن يقوم بتربص التحضيرية في ولاية ورقلة أو ولاية بشار، وهذا بحكم ارتفاع درجة الحرارة، ولا يقوم بتربصات في بلدان خارجية يمكنه اعتماد ذلك إما في ولاية ورقلة أو ولاية بشار، فقط يجب أن يكون المركب يمتاز بكل المؤهلات التي تحتاجها المنتخبات الوطنية أثناء تحضيراتها للمنافسات الكروية القارية أو الإقليمية. هذه هي الحصرة التي أردت أن أقدمها لكم في هذا الفيديو عن أهم المستجدات التي قدمها وزير السكن والعمران طارق بالعريبي أثناء زيارته لولاية بشار وتحويل ملعب بشار الجديد من ملعب إلى مركب رياضي عالمي، وهذا ما كان يتمناه سكينة بشار. فنبارك لكل سكان بشار بهذا الصرح الرياضي الذي ستدعم فيه الولاية في السنوات القليلة القادمة، ونفس الشيء سيكون لولاية ورقلة التي كذلك ستدعم بهذا الصرح الرياضي. في الأخير إخواني قبل أن أختم، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، وهذا ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.